أيها المشاهد الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الفوز الأكبر وإن السعادة العظمى هي أن نصل إلى محبة الله لنا، وأن نحظى برضوان الله سبحانه وتعالى. لكن كيف السبيل إلى محبة الله لنا؟ إن هناك حديثا شريفا قدسيا رواه الإمام البخاري، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. هذا هو السبيل إلى محبة الله لنا، أن نحرص على أداء الفرائض أولا، والفرائض هي فعل الواجبات وترك المحرمات. والواجبات قد تكون متعلقة بحقوق الله كالصلاة والصيام والحج، وقد تكون متعلقة بحقوق العباد كبر الوالدين والعدل والوفاء بالعهود إلى غير ذلك. والمحرمات مثل الزنا والربا والقتل والسرقة والاختلاس إلى غير ذلك. فهذه هي البداية، أن نؤدي وأن نحافظ على فرائض الله عز وجل في فعل الواجبات وفي ترك المحرمات. ثم بعد ذلك نتزود بكثير من النوافل حتى نصل إلى مرتبة محبة الله لنا. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وما من فريضة إلا ولها نافلة من جنسها. فالفرائض في الصلاة لها نوافل، والصيام في شهر رمضان كفريضة له نوافل أخرى كصيام يوم الاثنين والخميس وما إلى ذلك. وهكذا في كل فرائض الله هناك نوافل من جنسها. إذا تحقق الإنسان من هذه الواجبات وهذه الفرائض وهذه النوافل، وصل إلى مرتبة الحب في الله ولله، وكان حب الله عظيما له وكبيرا. هذا الحب الإلهي لعبده يمر بمراحل قدسية عبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الذي رواه الإمام مسلم: إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل: إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. هذه هي المراحل القدسية لحب الله تعالى لعبده. فالله تعالى ينادي صفوة ملائكته وهو جبريل، وجبريل الأمين هو الموكل بالوحي بين الله والمصطفين من عباده المتحملين لأمانة البلاغ عن الخالق إلى الخلق. فيحبه جبريل بناء على توصية إلهية. ثم ينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء. وأهل السماء هم الملائكة الذين اصطفاهم الله تعالى وجعلهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وهم خلق مخلوقون من نور، ودائما وأبدا منهم الراكع والساجد، لا يخرجون عن السجود الكامل والتسليم المطلق لله عز وجل.
فالإنسان يحظى بملائكة الرحمن، وإذا حظي الإنسان بحب ملائكة الرحمن يظل في حفظهم ورعايتهم، ويظل هؤلاء الملائكة يكفلونه وييسرون له أموره. ولعلنا نعلم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، يعني أن الملائكة تستجيب لطالب العلم وتيسر له سبل حياته. فالإنسان الذي حظي بمحبة الله له ووصل إلى هذه المرحلة القدسية، فإن أهل السماوات يحبونه بحب جبريل، وجبريل يحبه بحب الله عز وجل. ثم يوضع له القبول في الأرض، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يؤلف قلوب عباده حول هذا الإنسان الذي اختار أن يستقيم على منهج الله عز وجل، وأن يحافظ على حدود الله سبحانه وتعالى. ولعلنا نعلم أن قلوب العباد بيد الرحمن يقلبها كيف يشاء، فالله تعالى يؤلف القلوب ويجعل الناس يحوطون هذا الرجل الذي حظي بحب الله، يحوطونه بالحب والرعاية والتقدير. وهذه منزلة عظيمة يجب أن نحرص عليها حتى نسعد في الدنيا والآخرة. وبالعكس، الإنسان الذي يبغضه الله عز وجل توضع له البغضاء في الأرض. وتكملة الحديث: إن الله تعالى إذا أبغض عبدا نادى جبريل إني أبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، فيبغضه أهل السماء، ثم توضع له البغضاء في الأرض. أرأيت أيها المشاهد الكريم الفرق بين حب الله لعبده وبغض الله لعبده؟ إن الإنسان الذي يستقيم على طاعة الله، والذي يحافظ على منهج الله، والذي يسير وفق إرادة الله عز وجل، يوضع له القبول في الأرض، وبعكس ذلك تتحقق القضية العكسية. فإذا انحرف الإنسان عن منهج الله توضع له البغضاء في الأرض. فما أحرانا أن نختار طريق الاستقامة، وأن نحرص على مرضاة الله سبحانه وتعالى حتى نفوز في الدنيا والآخرة. أيها المشاهد الكريم، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.